ما شاء الله تبارك الله. خلي بالك على الفهم طه عبد الجليل، تبغى تخلص امورك خل بالك على 20، ياخذ بالاول بالثاني بالثالث، يروح بكافه وعلى راحته. ولكن بالتدخل الغير شرعي من لاعبي فريقي من لاعبي الفريق الاجراوي عن طريق من؟ محمد الراشد في مره، ووقاع الشبري في المره الثانيه، يتحصل على كره ثابته. من انصاف الحلول يا فهمي، من انصاف الحلول يا ياسر على تنفيذ الكره الثابته. بينما تغيير قادم اهلاوي، ولكن بعد الكره الثابته المسيلين في مرماه وخلف الكره ياسر الفهمي. الله يا صلاه على النبي، يا صلاه على النبي، ما عندهم الا الفهمي وما ينفق وما ينفق في امور الشباك الا ياسر الفهمي. اللاعب البديل في الشوط الثاني يسجل هدفا اهلاويا اولا باجمل الطرق، باجمل الطرق وباجمل الوسائل. هكذا حضرت في الزاويه الصعبه، بعيده بعيده بعيده، روح روح معها في كره يحاول معها الفريق الاهلاوي في هدف اول، بينما محاولات المسيلم لم تكن معها حاضره، هي محاولات هي اجدادات امام الولد الموهوب. يحاسب لويس مارتينيز على بقاء ياسر الفهمي في مقاعد البدلاء في شوط ثاني، يحضر معه الفرج الالاوي عن طريق ياسر الفهمي، عن طريق الكره الثابته الاولى من اقدام الفهمي مسجلا الهدف الاول. خلاص هي تريح الاهلاويين الان، هي تجعل الاهلاويين في اكثر راحه، في اكثر اطمئنان، في اكثر هدوء، في اكثر سعاده، لأنها حضرت في ظل أن الفريق الهجراوي كان يبحث عن نقطة التعادل على أقل تقدير. كرة مبعدة إلى الأمام مع تقدمات لمهند الفارسي ولياسر الفامي ولهجوم الفهلي، ولكن بكرة إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. هذا الفهمي بأجمل لقطات المباراة وبأجمل التسديدات وبأجمل الألعاب. برافو يا كابتن، برافو يا كابتن، روح براحتك، روح براحتك، ما تلحق ما تلحق عليها. الفهمي من نفذ والفهمي من سدد، لا يلام المرء بعد اجتهاده يا مسيلين، ولكن الفهمي